مساعدة الجيش الوطني الشعبي ومواصلة حملة السجائر 2021 تنفيذ لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع محافظة الغابات في الجلفة وبمشاركة وحدات الفرقة 12 مشاة ميكانيكية حامية الجلفة الناحية العسكرية الأولى ومختلف الأسلاك المشتركة بمعية أطياف المجتمع. قمنا اليوم بغرس حوالي 10,000 شجيرة من النوع الصنوبر الحلبي والثروة في منطقة المسمات المعالبة شمال شرق مدينة الجلفة.